ليش بتطيحني هو الزملاء بتاعك؟ وعيط هيتو المينوت لبسني المينوت. صارت نهار اثنين 17 فيفري بين 9 و10 متاع الصباح، انا ماشيه هابطه لوسط البلاد مع بابا في البوابه متاع حي الحبيب، طريق جابس كيلومتر 5 ولا 6. وقفونا الاعوان اللي يخدموا غاديكا، قالوا عندك فينيات مش خالصه، مش نعملك محضر فينيات. بون احنا عندنا اوتوريزاسيون لحد مارس، مازال جابوا الوثيقه متاع المخالفه وبطاقه تعريف وقالوا مش رجع الكارت غريز بيان سور عنده. قالوا بابا انا وين مش ناخوها، معنا منين مش نجيب الكارت غريز نتاعي؟ قالوا برا القباضة. اي ماهي قباضة، وقعد ينطر عليه. بون بابا لهنا تقلق شويه من النطره هذيك، وهو رجع على روحه كوم سي واحد يعني ما لا زهر فيا وكذا، كانسان مقلق على روحه كذا. يقوم العاون الاول يعني السيد اللي قال له باش نعمل لك محضر فينيات وكذا. اي قعدت نزيد سهلت انا على البلاصه، انا بلاصه نتجهلها فهمتني، ما عطاني حتى اجابه صحيحه فهمتني. كي كثرت عليها انا من الحس كل شيء، قال لي من المعاق وكل شيء، هما من اللي باه انت الكره شنو؟ اي قالوا المعاقين منين ليهم؟ محسوب يعملوا سيارات. لهنا انا وقت اللي دخلت جيت نخاطب فيه، معني علاش على المنطق اللي يحكي بيه. قال لي شم دخلك وبرا شد السياره نتاعكم. عاودت قعدت نناقش فيه على الكلام اللي زدت هجم بها عليه. قال لي انت خامجه وانت بما معناه ما تصلحش وكذا والكل وعاره والمنطق هذاك وماكش متربي. لهنا انا جاوبته قلت له ماكش انت هو اللي ماكش متربي ولا نطلع عليك على هيك الكلمه. هو خدم كيفاش انا قلت له انا نطلع عليك. شدني الوالي ايديا ورميهم لي ورايا وعيط هاتوا المينوت لبسني المينوت. كي دخلت هي من ناحيتي فهمتني، حط لها المينوت وزاد معاها نقص في الكلام، قالت لي نطلع عليك. هذا اللي صار. لبسني المينوت وقت اللي دزني في نفس اللحظه بابا معناها جاي حاب يدافع عليا. تلفت نلقى ديجا هبطوه، هما طيحوه دزوه في القاعه، بركوه في القاعه وقعدوا يكركروا فيه زوز العوين الاخرين. قعدوا يكركروا فيه، دخلوا للجاريتا، دخلوني انا، دزوني وبابا، دزوه ضربوه على يده كتفه اليمين، ضربوه على الباب الحديد بالحق. من بعد انا هديت الحكايه شويه وبابا مازال تعب. قلت لهم اعطيوني خليني نجيب الساكي من الكهرباء، ننزل البورتابل نكلم حد من العائله يجيب لي دواء. قال لي لا وتكذب وتصنع في الافلام. بعد جاب لنا الشرطه هزونا للمركز. هزونا للمركز، فالمركز غاديك تزيد تعكرت الحكايه اكثر وزاد تطورت الامور اكثر. هو ولا يكذب يقول انا ما قلتش، وهما اللي يكذبوا هما اللي تهجموا عليا وجايين يتهددوا عليا باش يضربوني، والطفله عامله فيا حاله وتتهدد علي. حتى كي قال له معناها انت تحب تتبعهم، يقول له اي نحبها هي بالذات، هي بالذات نحب نتبعها. من بعدين عاودنا معناها سكتنا شويه وعاود رجع لنفس الحكايه، رجعنا نفس الجدال ونفس العركه على الكذب لهنا. يدخل لي عاون اخر، كيفاش انا نسيح؟ يعمل لي يا اخي ما تعرفش تسكر فمك، ما تعرفش اللي صوتك عوره. انا لهنا الحق هزلت، ما زدتش حتى كلمه، خليته يكتب اللي يحب وخليته يحكي اللي يحب. المحضر نتاع ماما ما نعرفش حتى شنو كتبوا فيه، يعني اقوال الاعوان شنو الكلام اللي حكاوه، ما عنديش عليه حتى فكره. جست صححوا برا العاون الاخر كوم سي هو شاهد. على شنو هو شاهد؟ اوكين ايدي. عيط له قال له صحح وكهو. رئيس المركز بالنسبه لرئيس المركز ما هددنا، ما لقيت معه حتى فصال، انا ما خلانيش نحكي جمل. هدد الطفله فهمتني بلي كون البلتان تاع النمر تروى باش يخلي الرجاله مسخه ومعناها. يزيد بابا يعمل له يعيشك يرحم بوك، اعطيني تبع سكر ولا اي حاجه راني تعبت سي. عمل روحه ما سمعوش جمله. من بعد كي لقى انا بطاقه تعريف اتيديونت وكذا غزر قال لي مالا تاو تشوف انت البيترو نتاعك كيفاش باش تتحمم منه غاديك. للي خرجنا معناها بريسك 4 سوايع حاجه كي هكا موقوفين، للي من بعدين خرجنا وروحنا. رجعنا من غدويكا للمركز خاطر عطانا استدعاء باش نرجعوا للمركز، هزونا في حال تقديم للمحكمه. النيابه العموميه عاودت سمعتنا من الاول وجديد، معناها عيطنا في الجمهوريه وسمعنا وسمع بابا. إدارة الإقليم زادا كيف كيف اتصلت بمدير الإقليم وكانوا متفاعلين برشا معناها يعني الحق، واتخذوا الإجراءات الإدارية في حقهم ضد العوان هذوما. بون ما عنديش أسمائهم لما حالة أعطيت الأوصاف وأعطيت الوقت يعني اللي صارت فيه الحكاية والكل، اتخذوا الإجراءات الإدارية ضدهم. هما عاملين ضدي أنا تتبعات قضائية وضد بابا كيف كيف، عاملين شكاية
أبارامون سب الجلالة واعتداء على موظف عمومي كالعادة بالقول والإشارة والفعل. ديجا سألوني معناها على طلباتي شنية بويسكو أنا شكيت بهم إداريين الكل، ما كانتش عندي طلبات كبيرة، ريان كو رد الاعتبار البابا وللي صار، وخاصة الكلام اللي تقال، لكن هما ما رفضوا أنهم يعتذروا، رفضوا معناها رد الاعتبار. بالنسبة لي أنا قضية متاعي ما زلت متواصلة يرجع حقي ولا ما يرجعش هكيكا ما عنديش فكرة. أسفار أنتي و كما نقولوا نحن انت والقاضي وانت ما نجم نقول حتى شيء لهنا.